السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض الفيكيوب. الفيكيوب بيديني ان انا ابدأ اشوف الشكل بالذات لو هو 3D في جميع الاتجاهات، من الفرونت من التوب. اقدر اجي هنا اقول له انا عايز اشوفها بارلل او برسبكتيف، او اقول له مثلا لو في فيو معين احدد ان ده الهوم. يعني بعد مثلا ما جيت هنا شايف ان الفيو ده هو الصح، فاجي هنا اقول له set current view as home، فيبقى ده الهوم بتاعي. في اي وقت لو جيت هنا يجيب لي الفيو دوت. ومن هنا اقدر اختار ان كان توب بوتوم ليفت رايت، بيسهل عليا. واختار اذا كنت هشتغل على الواير فريم او هيدن او شديد او اكس راي، زي ما انا عايز من الاختيارات ديت. ومن هنا اقدر اختار اليو سي اس اللي انا اشتغل عليه، هل هو دبليو سي اس او اعمل يو سي اس جديد. ممكن ادخل هنا في الفيو كيوب سيتنج، بيقول لي بقى الحجم بتاعه هيبقى قد ايه، ممكن تكبر تصغر زي ما انت عايز، او تسيبه اوتوماتيك هو يختار زي ما هو عايز. انت عايزه في التوب رايت ولا عايزه في البوتوم رايت ولا توب ليفت ولا بوتوم ليفت وهكذا.